يا سلام لما يتجمع قدامكم كده على الصبح طبق فول لذيذ مع شوية مخلل أو شوية بتنجان بالدقة مع شوية أقراص طعمية سخنة وشوية جرجير، سلام بقى لو كمان دخلنا حمصنا شوية عيش كده في الفرن، العيش البلدي بتاعنا الجميل دون، بجد يعني لوحة فنية تفتح النفس على الصبح، بجد يعني طبق فول حكاية. يلا بينا بقى نشوف المكون الأساسي بتاعنا اللي هو الفول دون هنعمله إزاي. هنعمله بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية اللي كلنا عارفينها، بطعم جديد، طعم مميز، طعم يشدك كده من أول ما تاكله، صدقوني هو لوحده لوحة فنية مستقلة بذاته. نشوف مكوناتنا بقى بتاعة الطبق. معانا بطل اللوحة الفنية دي الفول، ده فول جاهز، علبة فول. معانا فلفل ألوان متقطع قطع صغيرة، صلصة طماطم جاهزة، زيت زيتون، مكون سحري للوصفة دي الكزبرة الخضراء المفرومة، قطع بصل، ثوم متقطع شرايح، بهارات ملح وفلفل وكمون، ومعانا خل كمان. في طاسة على النار بقى نحط زيت الزيتون بتاعنا، وهنضيف كمان عليه البصل شرايح البصل، ونسيب البصل بتاعنا بقى لغاية لما يدبل شوية. هنضيف فلفل الألوان بتاعنا، وطبعا اللي عايز الأكلة دي تبقى سبايسي ممكن يضيف فلفل حار كمان مع فلفل الألوان. هنسيب بقى الفلفل الألوان لما يدبل شوية، أنا عايزه ما يبقاش ناشف في المضغ ولا طري، ما تحسوش بيه كده، عايزه يبقى فيه مضغة شوية ما يتهريش معانا يعني. بعد كده هنضيف الصلصة الجاهزة بتاعتنا ونقلب. ممكن نضيف شوية مية حوالي ربع كوباية كده، أو نكتفي بالمية اللي هتبقى في علبة الفول. نسيب الموضوع ده بقى يتسبك مع بعضه كده، نقلبهم بس ويمتزجوا مع بعض، وبعد كده نسيبهم على النار، نسيب الخليط ده على النار شوية لغاية لما يتسبك مع بعضه. زي ما انتوا شايفين ضفنا الفول بتاعنا، وهنسيب الخليط ده على النار شوية يغلي كده مع بعضه شوية، يعني شوية حلوين كده لغاية بس لما المكونات دي تتجانس مع بعض وكله ياخد من طعم بعض. بعد كده هنطفي النار ونضيف الكزبرة الخضراء ونقلب. مش عايز اقول لكم الكزبرة الخضراء دي بتدي طعم وريحة مميزين قد ايه للطبق دون. نقدم الفول بقى بتاعنا، مش عايز اقول لكم طبق جميل جدا جدا جدا. بس كده دي كانت وصفتنا النهاردة، أتمنى أنها تعجبكم وأشوفكم على خير دايما وبصحة وسعادة. سلام.